السلام عليكم غابة متاعي طريق خبابة زنا هو وحيات لنا أول واحد في المغرب اللي توليت في المغرب ولد المغرب ولا بطل العالم. شكرا لكل شيء متابعيني والله يحفظكم الله مبارك. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس تمكن المقاتل المغربي طارق خبابز من الفوز على بطل العالم المقاتل السورينامي دونيجي أبينا بقرار منقسم 3-2 في نزال توحيد الحزام العالمي لمنظمة الجلوري في فئة الوزن الخفيف الثقيل، وبالتالي فإن طارق خبابز أصبح بطل العالم الجديد لمنظمة الجلوري في هذا الوزن. وقبل مشاهدة لقطات من هذا النزال الشيق، فإذا كنتم من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك في قناة تشجيع لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Judges score the bout 48-47, Abena. Two judges score the bout 48-47, Cabanes. And the fifth and final judge also scores the bout 48-47 for your winner by split decision.